بنى دولة، لكنه لم يبني دولة، بنى دولة عائلية، أمن قومي ضد الأمن السياسي، أمن مركزي ضد الأمن العام، حرس جمهوري ضد الجيش الوطني. نعم هذا الذي بناه. نقول لهم لا حصان للقتلة. علي عبد الله صالح ونظامه يسفكون دماء اليمنيين في كل المحافظات. لا يجوز للعالم أن يعطي أي حصانة أو ضمانة لعلي عبد الله صالح وعصابته الإجرامية، وأي ضمانة أو حصانة لهؤلاء القتلة المجرمين مرفوضة مرفوضة مرفوضة. على المجلس الأمم المتحدة أن يتخذ إجراءات قوية وحاسمة ضد علي صالح وضد أسرته، عن طريق تجميد جميع أنصدته، عن طريق رفع الغطاء السياسي عن علي صالح. لذلك نطلب من بن عمر أن يوصل فعلا رسالة الشعب اليمني، لأن الشعب أصلا اليمني رافض المبادرة الخليجية، رافض المبادرة التي تمنح الحصانة لمجموعة من القتلة.